مرحبا متابعينا، معاي فرشة أسنان ومعاي معجون أسنان. اليوم بعلمكم طريقة تنظيف أسنان القطط، وطبعا الكلاب نفس الطريقة. يجب علينا احنا ننظف أسنانها بشكل يومي. اي نعم بشكل يومي. انا اعرف مربين كثير الحيوانات الأليفة يوني عندي العيادة ما ينظفون أسنان حيواناتهم وما يدرون هالشيء يسبب لهم ضرر. طبعا يسبب لهم ضرر مثل الإنسان. يجب تنظيف أسنانه بشكل يومي، والحيوانات نفس الشيء يصابون ايضا بالبكتيريا، والبكتيريا مزعجة جدا، تسبب رائحة للفم يعني ما تتخيلون. وغير كذي الاسنان لها فايدة في مضغ الطعام بشكل جيد، فيحمي من امراض الجهاز الهضمي. وايضا التهاب الاسنان مؤشر بان اذا وجود التهاب ان ممكن تكون في مشكلة في الشرايين وفي القلب. فاحنا علينا شنو نسوي؟ نهتم في أسنان حيواناتنا، وخاصة مثلا القطط في عمر 3 سنوات. شو يصير وياهم؟ تصير عندهم مشكلة من الأمراض اللي تصاب بالأسنان، يتم إزالة الأسنان كامل. وإذا أزلنا أسنانها فعندها صعوبة في مضغ الطعام، وما راح تستفيد بالقيمة الغذائية. طبعا راح يأثر بعدين مشكلة على الجهاز الهضمي، ويأثر على الكبد، ويأثر على الكلى، مشاكل كثيرة. إذا أنت ما تبي تصرف أموال كثيرة، يجب أن تعرف شيء مهم، أن الوقاية خير من العلاج. فيلا سووا إنجاز ونظفوا أسنان قطتكم. راح أعلمكم الطريقة. الحين عندنا كلوي. الكلوي شوية عصبية مزاجية، والناس يعني اللي يجونا في العيادة يعرفون شخصية كلوي. أول شيء لازم تعرفون أن أنتوا إذا تتعاملون مع حيواناتكم كأن أبنائكم، تعاملوا معاها بلطف، وممكن مو على طول تيجي وتقول والله الحين بنظف أسنانك تعالي، أكيد بتخاف، هي مستقربة، شنو الموضوع اللي راح يصير وياها؟ كل اللي عليك تشتري معجون أسنان خاص للحيوانات الأليفة. هذا المعجون تحصله في مستلزمات المحلات اللي تبيع للحيوانات مستلزماتها، وطبعا مو نفس المعجون اللي احنا نستخدمه البشر، لا يختلف. هذا المعجون قابل ان هي تستفيد منه، لانه هو مصنوع من الطعام، فاكيد ممكن يحتوي على بعض الفيتامينات وبعض الاشياء اللي تساعد في تنظيف الاسنان بشكل جيد، ونحميها ايضا من التسوس. وفرشة ناعمة، في أنواع من الفرشة تكون كبيرة من جهة ومن جهة صغيرة. يعني الصغيرة ممكن تستفيد للقطط، والكبيرة تستفيد للكلاب. إذا أنت كنت تربي الحيوانين في نفس المكان، فإحنا كل اللي علينا شو نسوي في البداية؟ طريقة سهلة جدا. أول شيء نأخذ هذه عصرة بسيطة، هذه الطريقة السريعة. انزين، ونبتدي نضوقها اياه. ما عجبها اوكي، مو بعارفه، مستغربه. على فكره انا اول مره انظف اسنانها، هي ما تدري. يعني انا دائما عندي حيوانات وقطط كلاب يجون لي انظف اسنانهم، ساعات بالجهاز التنظيف يحتاجون تنظيف عميق للثه وللاسنان. فكل اللي علي ان انا داعبها بهالطريقه، وبعدين ابتدي اذوقها شوي من المعجون. لا تخافون، ما راح يضر. معروف كلوي بعصبيتها ونرفزتها. شوف الطريقة اللي أنا شلون أداعبها، طريقة سهلة جدا. بعدين ما راح أحط المعجون، راح أخذ صبعي، شوفوا شفتها، راح أحركه بهالطريقة علشان تحس بالأمان. ها كلوي، تحس بالأمان، وابتدي أكشف على أسنانها بهالطريقة، انها بحيث ان انا اتوصل. لا لا لا، انت شويه دلوعه، واحنا نتعامل معك بلطف. شوفوا هالطريقه. ودائما انا يعني شوفوا صدري صاير عند ظهرها، وابتدي علشان تحس بالامان. ولا واتمنى من المربيين ما يخافون من الحيوانات اللي يربونها، بالعكس، لأن دقات قلبك هي راح تسمعها. فإذا شافتك أنت تخاف فهي أكيد بتخاف، ممكن راح يكون سلوكها غير مرضي بسبب الخوف. فشوي شوي تعلم الطريقة الصحيحة، وراح تتعود شلون تتعامل معاها. بعدين بعد ما حست بالأمان، للحين المعجون عندي، راح أبتدي أخذ الفرشة، راح أعكسها
امررها على جسمها بهالطريقه. ممكن انت اذا قطتك يعني شويه عصبيه تبتدي يوم بس هاي الحركه الاولى اللي سويتها تبتدي معاها لين تتعود على ان على شكل الفرشه. ممكن في قطط تستغرب تقول هذا شنو يعني، تخاف او شيء تهرب. لا بهالطريقه الحين هي حاليا حست بالامان. شوي ممكن احد بعد يساعدك. طبعا انا هنا في العياده محظوظ ان عندي ناس تساعدني. فنبتدي الحين بهالطريقه، نحط بعد ما حست بالامان تمسك معي عمر. اوكي نرفعها فوق للمشاهدين بطريقه شلون تلم الطفل. ممكن ترفعها بهالطريقه نفس ما تشوفون. ابتدي امرر المعجون بهالطريقه. اوه هالحركه حركه الشفه. طعمه حلو ولا مو حلو؟ اكيد حلو، بدل ما استلطفته اكيد حلو. كثير عندي مربيين يقولون لي احنا اشترينا معجون اسنان لهم خاص وما قدرنا ان احنا طريقه. انا قاعد اراويكم هاي الطريقه. الحين هي حست بالامان وحين بنبتدي نفرش اسنانها. اكيد راح ترتاح وراح تحس ان هي تاكل بشكل جيد وصحتها، لان الاسنان مهمه جدا. ونبتدي نفرش اسنانها. شوفوا ما شاء الله اسنانها نظيفه لان منظفها بالجهاز قبل فتره. ايه هي تحب تتكلم بالسولف صح كليوي؟ تبتدي تفرش اسنانها نفس الانسان، نفس الطريقه شلون تفرش اسنان طفل. ما شاء الله اسنانها بيضه نظيفه. عيني 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 عيني. شوفي الكاميره، شوفي المتابعين، خلي يشوفون انك انت شطوره وحلوه. شلون دائما تاكدوا من لون اللثه تكون ورديه فرش، ما تكون بيضة مرة. طبعا هذه الطريقة شوي شوي راح تتعودون. طرشوا لي اذا صورتوا مع حيواناتكم وانتم تنظفون اسنانها، طرشوا لي خلوني اكون مستانس ان انتم سويتوا انجاز وتجربوا منهم اكثر واكثر. والوقاية نفس ما قلت لكم خير من العلاج. لا تهدرون اموال كثيرة على الطب البيطري، في النهاية انتوا الحل بيدكم وسهل. كل اللي عليكم ان تكتبون لي تعليق اذا عجبكم الفيديو على صوب التعليقات، ولا تنسون تشاركون اصدقائكم في هذا الفيديو اذا عجبكم، علشان تشجعونا ان احنا نعطي اكثر واكثر ونقدم لكم الشيء المفيد.